على سلامتك. عندي مهمة خطيرة نكلفك بها. تنجمي ترفضي حد ما يلومك ما يحقد عليك. راني واجدة الكل تعرفني. قل لي واش لازم ندير. راني مستعدة. يلا امشي معي. هي كما لا يخفاك قنبلة من صنع الشاب متاعنا الكيماوي طالب عبد الرحمن. قنبلة قوية كتير غير كيما اقترحها. لكن مين نمد هذا القنبوله؟ اسمعي مليح، على 3 بعد الظهر بالضبط لازم تكوني عند الدخله متاع جنينه مارونغو. تما شاب فدائي يتقدم ليك وتسلمي له القنبوله. فهمتي؟ لكن كيفاش نقدر نعقله؟ باسلوب بسيط. بالنسبه ليك العلامه هي الجريده، يكون شادها في يده اليمنى. لكن ماشي هذا هو الخطر. الشاب هذا لازم يوضع قنبولة تحت سيارة في باب الواد. نعرفوا باللي العسكر يفتشوا دايما الرجال كتر من النساء، ولهذا انت اللي تنقليها حتى للمكان اللي رايحة توقع فيه العملية. ما لكي ما وصيتك كنت تهني باش العسكر ما ينتبهوا لحتى شي وما يدخلهم الشك. ما لازمش الانسان يرتب قدامهم. حضري بالك، المهم هو الهدوء. بالله هذه هي الخطرة الاولى اللي قمت بهذه العملية. ما لازمكش تخمم عليا. قريب نسيت، ما يخفاكش باللي عندك بالحاره شهرين من اللي اتصلتي بشبكتنا، وبطبيعه الحال لازمني نفهمك في اهداف شبكه القنابل باش تفهمي مليح اهميه دورك. شبكه القنابل اساسها خلق جو حربي بامكانيات نفسانيه، ومهمتها وضع القنابل في الاماكن الاداريه. بهالطريقه نسعوا في اهداف معنويه ونحطموا لهم مطامر الخداع. تنجمي تروح. الله يحفظك. نشكرك على نصيحتك. تبقى على خير. العسكر ما ينتبهوا لحتى شي وما يدخلهم الشك. ما لازمش الانسان يرتب قدامهم. حضري بالك، المهم هو الهدوء.
تمشي وحدك؟ كيفاش فتاة جميلة وحدك تبقى هذا؟ نعلمك باللي على الخمسة انت من شخص امرك. أعطينا مشروبك. تعرف لي اللي أبخر منك وإلى لا. الحقيقة والله هذا اللعب راني يمتق. أيوة.
نزيد نلعب لك مره اخرى يا صديقي. قل لي. نعم عمر ما ادري كنت ما نكرش برك اتعقلنا هذه الكلمه صافي. شكرا يا صديقي. خبروني قالوا لي بلي راهم يوجدوا في اضراب نتاع مده غير واحد يسقط قبل ما يشفظوا من غير شك. السكان المدنيين ما يمشوش معهم. شوف انت بنفسك لهزيم على وجوههم راهم يظهروا مثل هذاك اللي يقول للموت الحيين وتحب مع هذا اضراب. لا لا يا صديقي هذا غير معقول. موفق يا صديقي وهكذا نعرفوا مره اخرى كيفاش نمشي كل تجارب. راهم يحلموا فقط خليهم يذن له بالهم. هذه من عند المعلم. من عند المعلم. هذا ماشي من المرفوض يا صاحبي. شكرا شكرا شكرا. صحتك صحتك. نضرب على نخبة كل خدام العاملين. قبل ما ننسى. ايوا فيما يخص وليد البشرة انظن اللي ما راهوش مشارك في الخلاص. واش اللي يخليك تقول هذا؟ المدير المركز بين يشتغل هو اللي يشكرهولي والرجال الرجال اللي على يدي هادي مدة شهرين هو ما يتبلو فيه لليوم ما فيك ما صعب وحتى أديلة في سيرك. علم اللي انفضل تكون هكذا أحسن خير. حقيقة مستقبل باباه كان يكون في خطر. قل لي المركز المدرسي اللي يشرف عليه ميتون فيه وسط كل هذا القلبة وش رايك فيه؟ حتى شيء. لا حتى شيء. هذا عمل معاون هذا مكان كما نلقاو في كل مكان الى غير في جناح مستوصف المجاني وين يداوي ونصاطل. ايوا في الاخر يقريو محو الاميه ويعطيو ظروف في رفع مستوى المهن. راني نشوف فكره من فكره السيده ماسي كذلك. الاخير نفضل نشوفهم مشغولين هناك ولا نشوفهم يزغدو هنا هذا المقملين. عندك الحق لا وش بهاد السياسة نتاع الخطوات الصغيرة نتاعهم اللي نقدروا نصدقوا. أنا في رأيي السياسة والأمور العسكرية غير متشابهة. ومع هذا مثال الهند الصينية كانت تقدر تسير. حمود واش رايك؟ صحيح تشرفنا بحضورك لو تجلس معنا. كل فرح لما سعد. اتفضل اتفضل يا حمود. يا ودي بلا بروتوكول حنا اصدقاء. اتفضلوا. واش راه لا غد عندي بزاف مشكل. انا كذلك عندي بزاف مشكل. دار هذا الاطفال واش احسن لي؟ راك تحبي يا اليوت لومبوفي. ما عندي حتى رغبة في هذا. نطلب منك تسمح لي سيرجون. نعم. اذهب وتحقق من بطاقتهم التعريفية. إذا قدموا أي إشارة قم بها. أمرك. اليوم مش كافي يا صديقي وكل يوم قاصر. الشكر دائما ما تحرم. الحذر والذكاء ما عندهم حتى ثمن. وإلا واش خممت يا صديقي؟ كيفك؟ ونستعرض بك. جارسون. نعم. شو جاي حاضر. شكرا. أراك الماء؟ لا شوية فقط. شكرا. صحتك على كل ما تتمنى على تشريفك القادم وكذلك على صداقتك. صح. ايوه سيرجون. نعم. ايوه الاحوال راهم على حساب القانون باتقان على حساب القانون خايفين منا برك اشخاص هذا وين لحقوا من البلاد اختاروا مليح وقتهم هذوما. ما تدرانا بيناتنا
تسمحوا لي نتكلم لكم على بني علي اللي راه مشغل لي بكري بزاف هاد الليل؟ ولماذا؟ هاد المسؤولية اللي راه خاديها في مركز ميسوم ماهيش عندي، راني شاكي ميل هادوك اللي تعرفهم، فهمت واش حبيت نقول؟ وهذا يجم يحطم المستقبل نتاعي، أنا اللي راني خديم طايع بلاتكم، في هذا الحال خرجوا من المركز، خممت في هذا. لكن راه شاد بزاف المقصود وراه مصمم بزاف دايما شباب الخالد هذا هو المصلحه وقرايته راني نشوف صاحب مبادئ لا اوش ذا الحد كمل حديث سي حمود واش من علاقه مع وليدي انا مستعجل باش نعرف كثير عليه وليدي راه لا سقتي واحد البنت اسمها حوريه ماشي باش يتزوج بها ولكن هيا يا سيدي راني خايف اثر عليه هي طبعا صاحبة مبادئ نقدر ناكد لك بلي نستكلفوا بها الحرية وهكذا انت تعاود تجبر وليدك ونسكن في القصبة رانا نستكلفوا بها بردان صح بلا سامحوا لي نخليكم هيا إذا سي حمود مع السلامة سي نمان مع السلامة سي حمود سي نمان نعود القادة فكر أبعد برقية لقائد المنطقة نتاعو هتلاقي أكثر من أسبوع عند ما يوصل وتحاسب أن المحبة هي اللي ميلتني ليه لكن تحققت اللي الطعام والمشوي نتاعو هما اللي جعلوه محبوب عندي ولا واش رايك تيغم انا تاني قلبي ما يحملوش ما نحبش كثير اللي يخدعوا وطنهم هذاك هو دير الشفقة وتروح بعيد هيا ليك هيا حضر ولد لما راهو تسكت من هو اللي يتكلم بيا يا خاطري وانت تعلم يعني لعل خالي يقدر يقولي ويهزمني بصعوبة الحياة نعم ما عندي لا أبي ولا أمي وهما الآن في عدد شديد إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء انظر إلى الله يا بنتي والصبر لمجميع الصابرين نعم يا بنتي والصبر هو دوى المحرومين صبر من أول يوم كان قلبي مملوء به لأني عفا سلام الحرب اللي متركب على الألم والحزن والكرب لكن الغضب الفادح هو اللي جعلني أتكلم هذا لكن يا خالتي عيسى ما عقدت من جارنا المنطقة فربي علي يا بنتي لكن الجاسوس اللي خبر الأعداد أسرار والديك ما يسلكش على خير لأنه يبقى طول حياته مدعي ومن ضمنه ما تخفاش أبدا صوت الضحايا اللي كان سبب موته نعم عقاب الله شديد الآن يا بني حرية لا تعني حتى تخمن في ذلك رانا نعلو كل مجهودنا بس نعلو في كل شيء نلقاكم على خير يا رب رانا نبقى دائما نتذكركم الآن تسمحي لي روح نمشي بالضبط البيت من بعد روح نمشي حمدان المحامي هو اللي راه يتكلف بس يدافع على أهلي تبقاي على خير بسلامة بسلامة معكم ضيف البيت نعم لكن في الحقيقة كنت نتحدث مع حورية شفتني كثير هذا البنت مبروك مبروك رجعت تضيعي في وقتك مع الدراري هذا هو الكل عندي دار والآن هذا الطفلة كيفاش نعملوا معها
واش تحب نعملو معاه؟ هي بنية وساكنة معانا، واش اللي نقدروا نقدموا لها؟ نعاونوا هذي طوح تسكن زندك لم توجد المرأة الخيرية. أما أنا عندي غير ما تطلعش زند عليك، ومن غير هاد الشي ما يمكن لهاش تقصد هنا ولا نسات ديك الجريمة اللي قاموا بها والديها. إذن على حسابك هذه جريمة، وما عملوش عامل حسن لما الشرطة وجدوا عندهم السلاح. كل واحد حر باش يفكر كما يحب، باش يفتحهم لهذا الفعال اللي صابت عليهم. يا ترى ما كانوا سعادة؟ لكن لما أخذوا ديك الدراهم متاع العمال باش كلي كيفاش راك عارف بهذه الأمور كلها؟ على حسب ما نعرف ما تكلموا على هذا المقال لا في الجرايد ولا في الإذاعة. واحد من أصدقائي عنده علاقة متينة مع الحكومة، هو اللي فاهمني في المسألة كيف صارت. راني حقا من حاجة واحدة، إذا تمريت هكذا ما تسمعش كلامي راك توسخ عارفك وعارفنا منك. طول حتى انت راك تشبع في ذوك الناس اللي عايشين في الأحلام والآمال الخيالية. صدقي كلامي راكي ما تنميش. يا عنترة يتصور العقل والنملة تنتصر على الريح؟ لا لا أبدا. ما كان حتى شي مستحيل. في بعض الأحيان مثلا لمن لا تنتصر على الكيف. ما هو الدليل؟ تعرف الحكاية اللي يحكيوها على الكيف؟ النملة دخلت فيني فوق وطلعت له حتى من الراس، ثم تخلخل مخه وهو وضع على رجله. يكفي من هذا الكلام، أنا ما رضيتش نزيد نشوف هذا الطفل هنا. يا راجل مع الشيطان، وين حبيت هذا الطفلة تروح؟ هذه حاجة فيها ولا خطأ؟ مين اللي يحكم هنا؟ أنا ولا فيه؟ طبعا أنت تحكم هنا، لكن ما تنساش اللي الحاكم الكبير هو الله تعالى. سوريا كنت تسمع حديثنا؟ نعم بعد كل شيء، ولهذا راني رايحة، ما بقى لي انت تقعد في هذا الدار. الحقيقة المسألة تسهل لما سمعت الكلام اللي قلته، باش ما نعاودش نفهمك في الموقف اللي خديت فيما يخص وجودك هنا. الوداع يا خالتي عيشة، ما ننساش اللي دافعتي عليا في وجهك. خير اخي. راني قبلت نرجع على ثاني.
غير ما قلت انك تخلص الفرقه وتعرف تجي في فكرك على هذا ما نحتاج نحتاج هي بين لي انا هي اللي تشكر انا فرحان ابن راح نبحث عليها ما نظنش تكون راح بعيد خلق يوم بيجي كل ما يشوف حالتي اليومية ما يخلص شكري لي كنت وخالتي عايشة لا شكر على واجب يا أختي حورية بابا هكذا خلق وقد ما يزيد يكبر طبيعته تزيد تخسر لكن غير هضري معاه بالعقل ربما يحن قلبه ويلبي طلباتنا بنتي وحداتك واش اخبار باباك ويماك عن قريب يفوتوا امام المحكمه لكن ما عندي حتى امل تخرج ما يخفاش عليك اللي وجدوا في دارنا سلاح وهذا جنس خطير ما يكون غير الخير ان شاء الله وتاني دخلوا للسجن على مساله شريفه وطاهره اللي يقدر يفتخر بها كل جزائري شريفه وطاهره وما قاموا الا بالواجب لكن قل لي عليه نعم ما هي نظرتك في الثورة الجزائرية؟ يعني بالجملة نهاية هذا الحوادث كيف تنتهي؟ طبعا بالنجاح لجيشنا راك متحقق يا هل ترى هذا الكلام راك متيقن منه معلوم وراني مستعد للأمر اللي هو يصدر من فضل الثورة راني فهمت مقصودك وبهذه الحقيقة الراجل المخلص وهو قبل كل شيء جزائري حر قبل اليوم الحرب اللي كان صاير ما عطيتوش أهمية كبيرة لكن لما سمعت منك هذا الكلام وشفت مثل سجعتك في هذه الأيام الصعبة راني موجود باش نضحي عمري يا للأسف ما لقيتش الاتصال مع الخاوة إذن شي سهل راني نعطيك برية وبيها تتصل بالإخوان لكن نوصيك اكتم السرتاك وما تتكلم مع حتى واحد في هذه المهمة ما تخميش دلك خالتي عيشة جاية من بعد نعطيك البرية حورية اسمحي لي يا بنتي طيف عليك حكمتني بك تبطر انت سالينا بالكلام ما في هذا سي خالتي عيشة اسكت اسكت لو كان غير تكلم على هم الدنيا ما في هذا فمن الصبح لليل وهي تحكي وشاف لما خرجت تقضي الحفافة الفلانية خير من الفلانية الى اخره راكي فهمتيني وش حبيت نقول وش نقولوا يا خالتي عيشة الله يهديها قالك واحد قلبو على تمرة الاخر قلبو على جمرة ها سامحوني انا روح حصلتكم على شغلكم هاي القوا على خير روح بسلامة يا وليدي حصلتك يا وليدي وش صار وش صار وش بك يا راجل من وقت رجعت منا عليه الخروج وش صار ما صار حتى شيء وش صار تاني هذا خلاقة النار يا غير قريبة على حساب صوت تعرف ماشي بعيد ما يكون غير هنا في الحومه سبحان الله قولي قزلنا عليك باش منعت من الخروج بعض الاحيان يقدر يقزلني في انسان بلا ما يستحق ها هي الثبوت شاهدنا يكفينا الكلام حوريه الشيء المليح اللي تعملي هو تحضري الفطور اسمح لي يا سيدي انا رايح على خير خالتي عيشة ما يسترنا كيف يعطيك قلبك تبطر وضميرك مهجن وكل هذا القريص راه صايف من يدري بالك بعض الاخوان راهم استشهدوا شي خاطيني ما كنفش تسيبي لكن يلزم نروحوا نبعث ونشوفوا وصار يمكن بعد بالخوارة موتى في الشارع لكن ما شحنا اللي نروحوا نجيبوهم لكن يلزم علينا هو واجب على كل مسلم الباب امامك اذا حبيتي تروحي غير ما كان لاش كرر راني رايحه وانت عليك ابقى هنا في بعض الاحيان ما نفهمش مقصودك ما كان من اللي سمع عليك باش تفهم اذا كنت في دوري في امك ما عليك الا تخرج وتبحث وسط ما نقدرش نخالف امورها
عمي حمود تخطو واش بغيتي تنقول لك العسكر العسكر هز هاد الزهمه عمي حمود شي مفتاح واش كاين واش صار هز من روحك انفجار من كل جهه واخا تعيش وين راح فهمني بالعقل يا وليدي كانت الفلوس مش حولها بالمتفجرات لما الدنة تنسى لها انفجرت قتلت كل انسان من جملتهم خالتي خالتي عايشة يا رب انتظر ما تروحش شو مبليس تعمرها ملقين على الحومة ولي شوفوا الدنيا الجسوس يقتلون عمل براي ريح دركم من بعد اخترتوا حجيبها بالخوف صح نعمل برايك من بعد مخرج قل لي اخويا قدوس كيف صارت المصيبة وشكون فيها اللي استشهدوا على بالي على بالي بحيث كنت في السوق نبيع ونشري لما جابوا هاد الشهداء الابرياء وقتلوهم في وسط المرح لكن العدو بدا يجمع في الناس انا بقيت مخبي تحت كياس البطاطا ولما راحوا خرجت باش نغطي الجثث لكن لما شفت النساء خرجوا سربت وخليتهم يدناو الجثث شي دقايق من بعد الجثث انفجرت الباقي الباقي رقم تعرفه جيت عم العربي انت هو عمر انا هو بجد تبعني دوك نجي لا 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 على كل حال ماري بخير الله لا 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 عملية
الضباط النفذائيين هجموا على مركز عسكري. وكبار ولا تسع عساكر. ومن هم دارك؟ هذه هي صعوبة الحرب. لابد أن تنفعلنا. لكن المرة على التحديد خليني نقول لكم بلي البارح ما قمتوش بأعمال شرف. وعلاش؟ لما كنا قط. لما كنا قطع الجيران تعرفنا بيهم. ما رانيش نتكلم عليهم. لما شحلتوا الجثة متاعهم. زوجتي كانت ما بين انسان فجرت عليهم الشحنات. راني متأسف. لكن ما قلتليش انت بنفسك وان الحرب لابد تكون فيها الموتى. لكن هي بريئة. 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 وعليك الاخرين صحيح مو اغنين. حمود. زوجتك وفرقة جاء. اما احنا غير ما تجعلنا اشتغل. الوي. نعم. كيفاش؟ أيوة. نشكرك نشكرك يا صديقي. ولا حتى تقربي وضع عندي؟ لا. إذا ما نمت لديك. مع السلامة. ثلاث حرف لي محافظ. زاد حضر الألف اللي تعرف. على القالب يزورنا مشتري بكل فرح سيدي. ما تنساش الكلام. معلوم. وكذلك ما ننساش الضبط اللي كان صديقي الوحيد. يلزم ننتقم من اللي كان سبب موته. شغال غاد حمول في الدوار وين يسكن لإعادة محاولة قتل. نعملها بعجوبة غريبة. لكن في العودة يعتبر هذه المحاولات كإنذار ويرجع الطريق المستقيم. بالعكس الرغبة نتاعو باش يتحدى جبهة التحرير الوطني زادت أكثر من قبل. وهذا ما دفع جبهة التحرير الوطني باش تتخلص منه. هذا اختراف باش غاد حمول ما يفلتش من يدينا. رانا بنالو ما كده. والاختراف لابد اللي تحكي عنه. ما لا خلوني نبهكم كيف راح تصير العملية. شوف لغد حمون كل مرة في الأسبوع راهو يجي نهار في النهار. ما لا ينزل هنا يجيب مع السائق نتاعو بالسيارة لهنا نبي نجد بالوادريد وشامبو نجد شامبو. وين نكون أنا في هنا؟ سينما موفيني كنت سينما موفيني. أنت تكون هنا يا رب العالمين. ما لا لما ينزل السائق نتاعو يروح يعمل دورة حتى المقهى تاع قهوة الهلال هذيك تعرفها؟ يشرب الشاي مع بعض الثقة بعد هذا يولي ساعة أو ساعتين. أما احنا يلزم منا نعدو لما ينزل من البيت هذاك ربنا يكون ما يلزم نسترنا كيما ترى الخطرة اللي فاتت 49 الإخوان اللي في التلفزيون والآن راهم مازالهم في السجن. فهمنا؟ نعم فهمنا. صح. كل وصف مسائل عديدة لكن عندك اللي رغم من القول قبض على واحد من الابتدائيين اللي هجموا لي الكبار على ما تسمع الكاري كما يقول الانفل اللي جابوا رجليه الحديد ليه اللي جابوا اللي جابوا اللي جابوا رجليه الحديد ليه اسمح لي ولكن ما تصدقش وعلاش يا سيدي المحافظ لأنني غير حقك إلى هذا المثال صحيح؟ وإذا انت لا تقول لي
ما تتقلق فلان، خلينا نبحث قبلهم بعد براسك معاه. ما نظرش يا سيد البابا، ما تجمو تخرجوا حتى كلمة منه. الآن نشوفه. إذن هاوليك ليك فلان فأمور لي تسكت معنا ما يوصلوك للخير. غير ما تتعبوش نفوسكم، لا أنت يا بابا ولا أنت جرس، ما تقدروش تخرجوا ولا كلمة من فيني. طيب وشو تقول لما طولت لسانك؟ عدو من عدو من هو رئيسكم؟ قول من هو رئيسكم؟ ثم المنافين من تحتهم قول. قلت لكم سيد نخرج لكم ما ضيع شوقتكم معايا. بلاك رجع. لما أتني تعرف بالبطولة تكلم ما يحمل الكلمة قطار يوم في جلال إبليس كل حق يتغارس منها ولا حد بيتموت مثل ما ست شاب صغير. بحاجة أنت مسلم يدري خذ هذا الكلام شي مدهش. ويا أنت تتكلم ويا لا تتكلم قول تتكلم. قبل ما تحملت استعملت الكفاح عرفت على اشتدوه ولهذا اردت فيها وقت قاطع. اسمع يا شيخ اروح عني اتقدم هذا انا عقلك ليه راح يا حمود يمكن لك انت يقول صح. لا ماشي مش في الاسرار اللي ماسك لك لكن مش نشفى على وجه الاسبوع نصيحه ونعم الان راني عرفتك وعقلتك مشكور خساره راسك في الداخل وما لكن الآن تحققت نمثل اللي يقول أن الولد يشبه باباه كذب لكن دم الشهداء حسبك وروح الضحايا تتبعك إلى يوم القيامة. وش يحب يقول قبل ما يموت؟ خلي الحمود يفهمنا في هذا. شو هذا؟ أنا ما فهمت حتى شيء. لو إذا أصبحت عن الغيب فهمنا معك. ما قلتيش وأن علي وليدك يغيب مرة على مرة؟ نعم ولكن هذا الكلام ما عنده حتى علاقة ما بين الكلام اللي قالوا هذا وغياب ولدي علي. أنت اللي تقول. أسمع روح الحين المنزل يا أخي ما تحلش مع الشرطة. طبعا طبعا إذا روح ليه وقول يحظى في الحين. أرني متحقق اللي وليدك عنده مسائل يعرفها وتكون خمسة عليها ويقدر يساعدها. يا هل ترى انت ما راكش تعرف فينا؟ Thank you.
اللي ترى له ما ترى المولود. انظن اللي راك عارف وش حبيت نقول. يعني تعلم باللي يقدر يخرج ثم من بعد قرص عليه تقول حبي يهرب. نعم غلك النوع. والآن روح قوم بالوجب متاعك. ذلك كانوا سعداء خصوص لما يقضوا على جاسوس مثلك. خرجي اذهبي ما تشوفكش. لكن كوني متحقق باللي ندمك على هذا الكلام. حرية هي اللي اختارت الطريقة. يلا يا ولدي طوح الآن. اسمع لي هوية اللي كانت عمرك في راسك وهي اللي دفعتك بشرت في ديك الامل. نعم قل له هكذا الضابط. قل له حلفت فيك بشرتك تشاركهم. قل لي واش ربحت كي راك تساعد في استعمار؟ كثير من الجمله. اذا عملوا تفتيش في الحومه على حد ما يدخل لداري عندي شهريه، وزياده على هذا بلا ما نتكلم على الشق اللي وصلني من عند سيدي البريفي وزيد العرضات اللي يجوني من عند الحكومه في كل موسم. لكن حاجة واحدة ما تسعهاش وما تسعهاش ابدا هي السعادة وغضو الضمير. انت تقول هذا واش يخصني؟ قدر مال وش يطلب عليه يلحقني. اما هذا غضو الضمير ما عندي حاجة فيه لان خاطري متهني وقلبي مرتاح. يا
تجي الان مقصص بالبنت حوريه اللي راهي ساكنه عندكم. وين هي يعني؟ فتش عليها لما تلقاها نوريها لك. يظهر لي تحب تمزح. لكن وش عملت هذه البنت؟ جانا عبار قالوا لنا بلي هي الاتصال نتاع الرئيس الكبير لهذا الناحيه. ايوه صار هكا. الان فهمت علاش كانت تجاوبني وتتكلم معايا بديك الصيفه. ايوه الان فهمت. هيا لا خوم عقلي يا ابو السناب عطاوي تحت. طيب اذا على الاقل ما نكونش كنا في باطل. نطلب من سي علي تبعنا. من الاحسن تروح وحدك وحنا من بعد نلحقوا. ما يخطرش وان الناس كان هما يشوفونا معكم واحد ما يعود يعمل ثقه فينا. غير كنا تهنى يا شيخ حمود. الجنود راهم يتكلفوا بهذا ويمنعوا عليهم الخروج. اي تبعنا. ما يقدرش يحاسبني. لا محال. راني نحلم. هذا الشيء اللي راني نشوف فيه فهو إذا ما أثر على فكري وإذا هذا كأنه حقيقة. لا 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 الحقيقة حبيت تجهلها كما تجهل عهد الجدود. فضلت الحاضر المزيف وتخليت على المسؤولية. ولو سر الحرب غميضة يبقى دائما هدف الوجب والوجب توعية الشرف كلمة واحدة الرجوع للحقيقة لأخر لحظة تنقض بها المناضل عليك اللي هو مثل ابنك الحقيقي. انظر ليديك انظر ليديك اللي راهي ترجف بلا ما تشعر اذا من الخوف او ضميرك اللي يحكم عليك. اهلا اهلا. انت جزء الغفرخة؟ لا انت تقعد معي يا صديقي لان كان هناك بعض الاسرار نتحدث عليها مع بعض. فرد حرام يا اسلام قبل ما تمشي عندي شغل نكلفك به. نعم جاني اول اليوم صباح القيادة العليا باش نقضي على كل شبه. طيب وليدنا على حسب ما نشوف المسيرين نتاعنا ما يغفلوش. كل مرة ينوعوا هكت الحطمة للثورة. نعم حطمة للثورة. الآن أروح. حاضر. كيف حالك سي حمود؟ وأنت علي؟ لا بس لا بس يا سيدي الضابط. لكن يظهر لي وليدك ماذا مش كذلك؟ اسمح له راح شمال. هيا علي جاوب سيدي الضابط. لكن راني جاوبته من غير شك. ضابط راه فهم. نعم افهمتك وانتبهت لك لكن ما فيها بس. الان بابك صديقي. وانت كذلك صديقي. يعني راك متحقق؟ متحقق كما متحقق من حمود بابك. لا يا سيد الضابط ما هوش هذا الموضوع. وش حبيت تقول؟ وش معنى هذا الكلام؟ نفهمك في هذا لما انت تفهمني في بعض النقاط. ادخل في الموضوع من فضلك. ما تتقلقش يا علي ما تتقلقش. ما زال عندنا الوقت.
إذا كان مشغول وأنا عندي كل وقتي. غير ما تقلقش نفسك وجاوبني لما نسألك. شوف مليح، فكر مليح. تمزل باستشارة تخيل جاي الدنيا وكلنا جزنا من طريق الشباب، وعلى هذا اللي نعذرك. فاش تعذرني في هذه الساعة؟ ما تضيعش عقلي. شفت كيف فكرت مليح؟ صحيح ما تضيعش عقلك، ولأن ما ظالمي متحقق اللي تفهمني مليح. قولي البنت حولي عطتك بقية وانت اتصلت بها رئيس ناحية، وين تلاقيت به؟ واسم؟ وين قدر نصيب عاشور؟ طالب عبد الرحمن علي الأفواد دبي عشرين الأحمد من جاي ونصيبهم؟ اسم رئيس الناحية وين يقدر يوجدوه؟ اتكلم بكل صراحة مع الضابط، ما تخافش يسمح لك انت تكون باري من هذا الشيء. يكفينا من الصعوبات يا وليدي. الواجب باللي وقفت امامه وحلفت بالاخلاص عند واقف اليوم محال نخون. يخطي شفت يا حمود، انا حوصت على دمعه وما يدفع بيا ثروا بيها كتير كلها يمشي بيها. عندي قضية هامة راح نتابعها هم بعد ما رجح. جاي علاش تعجبت؟ كيفاش؟ يبحث وليده هو بين يدين الاستعمار؟ لا هذا مستحيل. تقدر تقول لي باللي اسرار الحرب عجيبه وغامضه، لكن هذه فاتهم كاع. ساعات نقول باللي انا مانيش وليدك. عندك الحق، انا مانيش باباك. يمك الله يرحمها جابتك ليا اللي ما تزوجت بها. باباك مات وخلاك صغير. عمرك ما قلت لي كلام فرحني كيما اليوم. ما هو هذا الكلام اللي فرحك؟ هو لما سمعت بلي بابا ما ماتش حي. ما تستحيش تقول لي هكذا. انا اللي كبرتك وتعبت عليك. فاش كبرتني؟ في الحشمه والفخر اللي شاريها بدماء الشهداء. يكفي يكفي من هذا الكلام. ما نحبش نسمع دماء الشهداء. لا لا ما نحبش نسمع هذه كلمه حاسبوني. الان راني متحقق باللي قلبك باغي يرتاح وفكرك تطلب بالهدوء. المهم لما رجعت للحقيقة ولو في آخر لحظة، أنا من جهتي راك مسامح. إلى حب الله إنه غفور رحيم. نفضل تبعي. قل الحقيقة لأهلي، قل للمرحيل قبض عليه لما يخرج من المكتب. عائشة! 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 حتى انت ضدي يا هل ترى ما وجدتش اللي وافقني على اعمالي؟ ابدا، حد ما يوافقك في هذه الأعمال الوحشية اللي راك تستعملها. ألهم إبليس وجه الحقيقة، أبواب السلام مفتوحين لكل المسلمين. هل فكر أصلك؟ ولا تنسى أن قبل كل شيء أنت جزائري. قول الحقيقة لهذا الوطن إنه هو ابنك. وهذه هي اللحظة الأخيرة اللي تقدر توجد فيها السلامة. لكن باش نذوب يلزم نموت. عائشة! 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 عائشة!
ما كان حد. أنا مرة تنادي شيخ حمود ولو حتى شيء، كنت نتكلم وحدي فقط. أنا شفت عقلك عنده الحق الشرطي، فقدت عقلي، فقدت عقلي حقيقة. هذا انت وجد روح باش تروح بابا. الضابط قال لي بلي نقدر نروح، راني حر، لكن ما فهمتش علاش قال لي بلي نقدر نروح وحدي. ياك جينا مع بعض علاش نروح وحدي؟ أنا فاهمك يا وليدي، يا وليدي العزيز. بابا واش صار؟ الضابط حاب يغدرك يا وليدي، لكن غير ما تخافش راني هنا باش نجيك. يا بابا قال لي نقدر نروح. هكذا كيقول جميع الشبان اللي يلقى عليهم القبضة. راك تشوف هذيك الباب برا كاين شكاير، وفي دوك الشكايا مخبي واحد العسكري بريد القنار. فهمت الان علاش قال لك خرج انت وحدك؟ هذا المحافظ يظهر لي حيد اللي خلاهم وحدهم في زوج في المكتب. قل لي ما راكش عارف علاش؟ لا ما رانيش عارف علاش. هكذا عليه يطيح كلمه والمحافظ يكشف منه كشي اسرار. حتى انا بغيت نعملها مع الناس الكل. واللي هذا المسؤولين حاولوه من المحافظ الى الضابط. لكن انا في رايي يعمل مليح لو كان جا عم نضربوه كمحافظ. ايه عندك الحق. روح وجد روحك. الخبيت اذا ينتظر اللي يخرج الاول يتلقى عليه رصاصة. نعم كما قلت لك اللي يخرج الاول وحده. خذ ملابسي هذا البطل تاعك. شي نوصيك ما تفرجش فيها هوية، ابحث عليها نجيها من يدين العديان. كن متهني يا بابا. الان راني فرحان لما نضحي نفسي عليك. قلبي مهني لما عرفك في السلامة. روح يا وليدي الله معك. الجزائري متحد مع جبهة التحرير الوطني
هو اللي قايم بها ومستعد باش يدفع اي ثمن باش الاوروبي الموجود في الجزائر يفتح عينيه على عالم جديد ويقبل مبدا المساواه بين الرجال ومبدا الحريه للرجال. الجزائري ثائر على اجل هذا يضحي بالحياه باش يمثل الانسان قيمته